مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم من جديد. البدايه بابرز العناوين. وزير الطاقه يعلن عن القضاء نهائيا على انقطاعات الكهرباء خلال الصيف. قياده الدرك الوطني بولايه ورقلة تؤكد ان الحل لعوده الامن بالمنطقه او بمنطقه غردية بيد سكان المنطقه. تجار من مختلف مناطق الوطن يتوافدون على اكبر سوق للسيارات القديمه بولايه ستيف. سيتم القضاء نهائيا على مشكل الانقطاعات المتكررة في التزود بالطاقة الكهربائية خلال صيف 2017، حسب ما أعلن عنه وزير الطاقة يوسف يوسفي، موضحا أن شركة سونالغاز تعمل على قدم وساق من أجل تفادي حوادث كبيرة خلال الصائفة المقبلة. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أن شركة توزيع الكهرباء والغاز تبذل قصارى جهدها من أجل التقليص من حوادث انقطاع الكهرباء من خلال تجسيدها لمشروع استعجالي. وأعرب يوسفي عن أمله في أن لا يتكرر سيناريو صائفة 2012، مشيرا إلى أن الانقطاعات المسجلة خلال صائفة 2013 لم تكن بالحدة التي سجلت من قبل. قال العميد عبد الحفيظ عبداوي القائد الجهوي للدرك الوطني بورقلة على هامش الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بالأغواط لتلفزيون النهار بخصوص الأوضاع الأمنية بغردية، قال إن الحل في المنطقة ليس أمني، وأن السكان أو سكان غردية بيدهم الحل الحقيقي. سعدوي العرج. هو الحل ماهوش حل أمني، هو الحل بين يدين الغردويين، ولابد من كل غردوي ينقص من 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 فوكي لي دي كونسيسيون بصفه يعني دقيقه. لازم يكون تنازل من طرف ومن طرف الاخر حتى يستتب الامن، والامن كامن يجي هو في المرحله الثانيه. نتمنى ان هذه اذا كان صح التعبير نسميه امن حذر اللي راهو عايشين ودرك في الوقت الحالي في غردايا، نتمنى انه يولي امن حقيقي حتى يتمكن الجميع، يتمكنوا الغردويين ابناء الغردويين من الالتحاق بالمدارس نتاعهم، والعائلات تلتحق بالاسواق وتخدم خدمتها وتقضي وتدير الامور اليوميه نتاعها، وبهذه الكيفيه ترجع الاخوه ما بين الغردويين. وعلى ما اظن نكون رايحين نتمتعوا بالامن الحقيقي تاع الصح. نظرا لحاله الجفاف التي تعيشها العديد من مناطق الوطن، دعت وزاره الشؤون الدينيه والاوقاف الى اقامه صلاه الاستسقاء اليوم الجمعه. المزيد مع مولود جودي. بعد موجة الجفاف وشح الأمطار التي صاحبت موسم الزرع والحصاد هذا العام بداية من موسم الشتاء الماضي، ارتأت وزارة الشؤون الدينية إلى دعوة كافة الجزائريين عبر مساجد الوطن إلى إقامة صلاة الاستسقاء. أولا، صلاة الاستسقاء في اللغة هو طلب السقيا، أي طلب الماء، أو الاستسقاء شرعا هي طلب السقيا من الله تبارك وتعالى عند حاجة العباد إلى المطر أو إلى السقيا بصفة مخصوصة، وهي الصفة المعروفة من صلاة الركعتين والخطبة بعدهما وكثرة الاستغفار إلى غير ذلك. بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الذي جاء فيه بأنها تهيب بالأئمة وكافة المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء عبر كافة الولايات التي لم ينزل بها الغيث. في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رأت ما عليه البلاد اليوم من الجفاف وتأخر المطر وقلة المطر في كثير من ولايات وطن العزيز، حيث جفت الأرض وربما تأخر حتى موسم الحصاد. أن تطلب من مساجد الولايات عبر الوطن أن يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى لصلاة الاستسقاء. هذا وقد سبق لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن دعت في أكثر من مناسبة إلى إقامة صلاة الاستسقاء بعد تراجع نسبة تساقط الأمطار بالجزائر بنسب معتبرة في الأعوام الأخيرة.
ستقوم الجزائر بعقد صفقات استيراد ما يقارب 30,000 طن من اللحوم الحمراء المجمدة خلال شهر رمضان المقبل، وفقا لمصالح إدارة الإنتاج، وذلك من أجل تلبية حاجات المواطن الجزائري، خصوصا وأن الطلب على اللحوم يتزايد خلال الشهر الفضيل. استيراد لحوم البقر المجمدة جاء بعد دعوة العطاءات الخاصة للشركات الأجنبية الراغبة في توريد السوق الجزائرية. في شأن آخر، زاد انتشار داء الحمى القلاعية في تونس من تخوف انتقاله إلى الجزائر، خاصة مع قدوم رياح شرقية قد تكون حاملة لهذا الفيروس، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير وقائية من قبل وزارة الفلاحة. محمد شوقي علاك وليا داود قام بهذا التقرير. انتقال داء الحمى القلاعية إلى الجزائر سيؤدي حتما إلى ندرة حادة ونقص فادح في مادة الحليب واللحوم، حيث أكد خبراء البيطرة أن الرياح الشرقية المتنبأ بها في الأيام القادمة ستزيد من خطورة انتقال العدوى. On a peur que le virus soit véhiculé par ces vents et qu'ils vont même atterrir jusqu'à, je dirais, Omlebouagui, Constantine, Khinchla. On manquera peut-être un peu de lait, un peu de viande. غير أن اتباع الإجراءات الوقائية من أجل الحد من تفاقم خطر هذا الفيروس ستجعل ماشيتنا في مأمن من انتقال العدوى. هي إجراءات تقعد حتى يزول الخطر، حتى السلطات البيطرية التونسية تقضي على المرض هذا في بلادها. وهذا الديسبوزيتيف ينجم يعرف ان رنفورسمون لو كانت عندنا بؤرة من هذا المرض. الحمى القلاعية المرض الذي يصيب الماشية ويؤدي إلى هلاكها في مدة زمنية قصيرة استدعى تدخل وزارة الفلاحة من خلال إجراءات منع الاستيراد وغلق بعض الأسواق. على مستوى أول منع استيراد الحيوانات، منع استيراد المواد المعمولة من طرف من على أساس المواد الحيوانية، منع كل دخول لهذه الحيوانات، وضع إمكانيات للتنظيف وتطهير الأماكن وخاصة الاستبلاط لتفادي انتشار هذه الأمراض في هذه الأماكن. الخطر يبقى محدق في ظل انتشار هذا الداء في تونس، والذي قد يحدث أزمة أخرى في الحليب واللحوم، خاصة وأن الطلب على هذه المواد سيرتفع مع حلول شهر رمضان. تعرف ولاية أسطيف بأكبر سوق أسبوعي يضم مختلف السيارات المستعملة بالجزائر، حيث يتوافد لهذا السوق تجار من مختلف مناطق الوطن، كما يعتبر فرصة للشباب العاطل عن العمل الامتهاني في بعض التجارات تمكنه من كسب قوته. فارس شايب وسليم بوستة أعد هذا التقرير. سوق السيارات بأسطيف من أكبر الأسواق على المستوى الوطني، حيث يتوافد عليه الزبائن من مختلف ولايات الوطن، ووصل صيته إلى دول الجوار. سوق تباع فيه كل أنواع المركبات من سيارات نفعية وأخرى تجارية، بالإضافة إلى الشاحنات بمختلف أحجامها. هذا السوق أصبح فضاءً وفرصة لا تعوض للشباب العاطل عن العمل في كسب قوته، كل على طريقته الخاصة. احنا ندير الخيمة، رانا نخدموا الشواء، كاين اللي يبيع التاي، كاين اللي يبيع البطاطا، كاين كل واحد واش يبيع. J'ai voulu aussi marcher pour venir découvrir le marché de l'auto puisqu'on m'avait dit qu'il y a un marché de l'auto ici. Donc dans la mesure où peut-être aussi j'ai peut-être envie de faire une change ou soit acheter un véhicule pour pouvoir l'amener aussi dans mon pays. وأنت تنظر إلى الكم الهائل من السيارات والعدد الضخم من البشر المتوافد على السوق، يبدو لك أن الكل راض على ما يجري ويدور في هذا السوق، لكن الحقيقة غير ذلك لما تتوغل أكثر في الحديث مع بعض الباعة. لا انا عاد الناس تربية، عاد الناس تخلطت مرة في السوق هذا، تقول له دخل السوق يقول لك وانا نبيع على برا. دخل السوق طنبي ب60 يعطيك 20، ما تفهم فيها والو. ترواسويت هذه خرجت النوفال باعوها انا ب245، ما كانش عشريا تخرج ديجا بيبليسيتي تاعها بروموسيون دير لك فيها 10%، رجعها هو عنده ب210. حنا وين تروح؟ لما تبيعها ب245 تخرجها باش تدي مليون ولا زوج، هو يديرها البروموسيون حيلها 30 مليون. سوق سطيف للسيارات الذي تحول إلى علامة مسجلة يبقى بحاجة إلى تدابير تعطي لأكبر سوق سيارات بالجزائر مكانته الحقيقية.
ختام المجاز، إلى اللقاء.